هذا العمل هو باكورة إنتاج طلاب السابع مفيد لهذا العام، وهذا العمل مهدى إلى أهالي عسفيا جميعا. العمل فكرة المربيات رولا هلول وإيمان بوفارس وبمشاركة الأستاذ فوزات حمدان. نتقدم بالشكر الخاص لحاملي عبء تخليد عسفيا بمناسباتها، وهما نديم وسليم، فلقناة البسمة أسمى آيات محبتنا وشكرنا على تصوير ومرافقة هذا العمل. نتمنى أن تتقبلوا هديتنا المتواضعة هذه، ولكم الشكر جميعاً.